مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد بالدار البيضاء في موقع استراتيجي. فاجعة وقعت الآن حوالي 3 ساعات تقريبا من الآن. السقف ديال المقهى قديم، له تاريخ في الدار البيضاء كما قلت في السابق في موقع استراتيجي. هذا السقف طاح، ضحايا كاين الناس اللي توفى وكاين كذلك اللي تصابوا. مشاهدينا الكرام، معايا سليمان، هو نادل في المقهى، خدم في الصباح. فضل الله تبعوا معايا. انت خدمتي الصباح؟ السيد اللي خدم العشيه دابا؟ ايوا السيد مسكين جا مع الجوج، يعني دخل مع الجوج، طاح كاين نشطين عادي وخرجنا حنايا وخلينا. مشيت للدار ووصلت العشيه، عيطوا لي الناس قالوا لي راه قواش وقع فيها شوق. فجيت كنجري، فاش وصلت هنايا قالوا لي الناس راه السربعي مات، السربعي اللي خدام معاكم راه مات. وجينا لقينا السقف ديال لاتيراس كله طاح، يعني مات هو السربعي مسكين خدام معنا، راه خدام بلا اوراق بلا والو، يعني فوق 12 عام هو تما، راه خدام ما عنده لا اوراق لا والو. ودابا راه مشى مسكين ضاحيه، الله يرحمه الله يغفر لنا الله. انت شحال وانت خدام هنا؟ انا دابا راه مشى لحال 10 سنين. عندك شي اوراق؟ ما عندي لا اوراق لا والو استاذ. تخدموا بلا اوراق؟ تخدموا بلا اوراق. الا بغيتي تخدم ما بغيتيش تخدم تخرج للشارع. هاد القهوه شحال عندها في التاريخ؟ هاد القهوه في التاريخ اخويا راه قديمه، كاع يعني الناس كيقولوا هي القديمه هنا في الشارع في عبد المؤمن. ومولاها ما انت بحكم 10 سنين وانت هنا، مولاها ما عمرو رمم هاد الطراس اللي طاح دابا؟ يعني اخويا مولاها اللي هو مول الملك ما كاينش هنايا في فرنسا، واللي خدامين حنا معاه راه كاريها، ولكن هو كيراها قديم، هو المسؤول، هو المسؤول، هو اللي كيتم المسؤوليه ديال المقهى. المعلومات اللي عندك من غير السربي قلتي لي بغى الله مات، شكون اخر اللي تقاص هنا في المقهى؟ اخويا كاين، يعني كاين السربي، كاين جوج كليان حتى هما قالوا ماتوا، يعني ثلاثه باش ماتوا، وما عرفت شي وحدين اخرين راه توعتهم ساكنه في السبيطار. هادشي اللي كاين. انتوما ما عمركم طلبتوا بالوراق انكم تخدموا؟ اخويا اش غطلب؟ الا طلبتي بالوراق راه تخرج برا، تخرج للشارع، ما عندك ما دير، ما عندكش. وجات عندنا واحد اللجنه من لاكيس، من لاكيس في شهر 4، ولكن لحد الان راه ما شفنا والو، ما باقي ما شفنا حتى حاجه. جاو عندنا قيدونا، شحال ضربتوا، شحال هادي، شحال غنقدوا لكم المسائل ديالكم، ولكن لحد الان باقي ما شفنا والو. هادشي اللي كاين، الله يصوب، الله يرزقكم الصبر يا ربي، الله يرزقكم الصبر. مشاهدينا الكرام، غادي نبسطوا ما امكن في الموضوع. هاد المقهى عندها تاريخ قديمه. هذا شاب خدام فيه 10 سنوات، شاهد كيخدم الصباح نادل. الزميل ديالو هو اللي خدم العشيه، توفى ملي طاح السقف ديال القهوه. السؤال المطروح، هاد السيد اللي توفى لا تامين لا ضمان اجتماعي، وهنا دور المؤسسات في اطار الرقابه على هذه الوقائع. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، تتبع ديال الجماعه اللي تابعه الانفا، المراقبه كذلك. هذا نداء للمسؤولين من اجل تتبع اللي كيخدموا كيضحيوا، وما هو متعارف عليه في البعض انه اللي طلب الوثائق ديالو تيكون المآل ديالو الشارع. مشاهدينا الكرام، هذه رساله للمسؤولين للتتبع. السيد اللي معاه مات، ناس اخرين كما صرح إن لله وإنا راجعون. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.